مش سليم. سلامتك. اللي تشوف انت من ايمتى بتحس هيك بالضبط؟ من لما صرت مسؤول. لا مسؤول؟ عم نبين عندك حسب الفحص الاولي ورم بالدماغ. طبيعي كل قاعد ما بفكر بالشعب، هيدا هو السبب الوحيد. وعندك كمان ارتفاع بالضغط. لازم يكون هيك، كله من ضغط مطالب الشعب، هيدا السبب. في عندك هبوط بالسكري. هبوط بالسكري. شايف الخط كيف نازل؟ السبب واضح من مرارة الوضع. وفي عندك بشكل ظاهر انتفاخ بالبطن. ليك البطن هون شايفها؟ هون كرش كبير فعلا. دخلك مش مضايقك؟ بلا. دخلك؟ بين عندك من شو؟ ولو ما هيدا سبب واضح من مال الشعب. لا لا، كيف فينا نتخلص منه؟ الكرش؟ لا الشعب.